بسم الله الرحمن الرحيم. مع الفيديو التاسع في شرح كورس CCNA Security 640-554. موضوع النهاردة ان شاء الله هيكون عن الـ ASA او الـ Adaptive Security Appliance. ده يمكن موضوع من المواضيع الجديدة اللي اضافت على المنهج 640-554 وما كانش موجود في المنهج القديم 640-553. الموضوع ده اساسي موجود في CCNB Security. الناس ان شاء الله اللي هتحضر لـ CCNB Security هتلاقي موضوع اساسي عندك، يعني هو اوريدي كان موجود في الليفل بتاع البروفيشنال. لسه في التعديل في الابديت بتاع 640-554 نزله لك كمقدمه عنه انت لازم تعرفها، او زي حاجه كده بيغريك بيها يقول لك يعني اتعرف على الجهاز بتاعي ده عشان لما تطلع فوق البروفيشنال في البروفيشنال هتلاقي كل الكلام عليه ان شاء الله. فهو زي جاست بس انا اعطيتك لي نوتيفيكيشن كده بقول لك خلي بالك انا كسيسكو عامله جهاز اسمه اس ايه، الجهاز ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وهعلمك ازاي تعمل البيزك كونفيجريشن بتاعته بحيث ان شاء الله لما تطلع على جزء البروفيشنال يكون انت اوريدي اخدت المناعه، ما عندكش اي مشكله لما تشتغل على اي ديفايس جديد. اوكي، خلينا نبتدي كلامنا عن الاي اس اي. ايه هو الاي اس اي؟ طبيعي لازم في اي مصطلح جديد انت باول مره بتسمعه لازم اقول لك اول حاجه الاختصار بتاعه هو ادابتيف سكيورتي ابلاينس. وابلاينس دي احنا بنطلقها على هاردوير، يعني انت مثلا لو في قدامي لو تفتكر لما كنا اتكلمنا على الاس اس الاكسس كنترول سيرفر، قلت لك الاكسس كنترول سيرفر ممكن يجي كنسخه سوفت وير او ممكن يجي ابلاينس. الابلاينس اللي هو يجي كهاردوير. اوكي، بقى دلوقتي عندنا مثلا ده شكل من اشكال الاي اس اي، ده طبعا نوع من انواع كتير لسه هنتكلم فيها كمان شويه. قال لك ده هو عباره عن ابلاينس، يعني جهاز هاردوير انت بتشتريه زيه زي الراوتر او زي السويتش بالظبط، مع اختلاف الاي او اس بتاعه. يعني الاي او اس بتاعه يختلف او الاوبرنج سيستم بتاعه يختلف عن الاي او اس بتاع الراوترات والسويتشات في بعض الكوماندات المختلفه في الكونفيجريشن. نفس طريقه الاتصال برضك عن طريق الكونسول، لو انا قريب منه لو انا بعيد ريموتلي ممكن ادخل عليه تلنت او ادخل عليه اس اس اتش. البيزك الحاجات دي كلها بتاعت التوصيل في سيسكو تقريبا ثابته في كله، يعني زي ستاندرد كده طريقه التوصيل في كله، مش هتتعب نفسك كل مره تشوف طريقه التوصيل ازاي. اوكي، قال لك الاختلاف في الاي اس اي او ليه الاي اس اي دي حاجه ما حصلتش وسيسكو دايما بتحكي عنها. قال لك الاي اس اي هو عباره عن ثلاث اجهزه في بعض مش جهاز واحد بس، هو عباره عن فاير وول وعباره عن انتروجن بريفنشن وعباره عن في بي ان. يعني انت ممكن دلوقتي معاك جهاز 3 في 1 زي بالظبط الشامبو كده، يقول لك شامبو وبلسم وفي شامبو كمان في قشره لو عايز. فانت دلوقتي معاك جهاز، الجهاز بتاعك ده 3 في 1 في الفاير وول في الاي بي اس في الفي بي ان. اوكي، طبعا ده سوليوشن كويس جدا جدا للشركات اللي هي عايزه توفر في الفلوس بتاعتها. يعني دلوقتي سواء شركه زي ما هنقول دلوقتي، قال لك هو فليكسبل قوي للشركات المتوسطه والشركات الكبيره. شركه مثلا عايز توفر عندها السوليوشنز بتاعت الحمايه، فبدل ما تقول لك طب انا عايز اعمل في بي ان وعايز اعمل اي بي اس وعايز اعمل فاير وول، طب ما سيسكو عم تزق لك السوليوشن بتاع، قال لك طب ايه رايك انا عندي واحد 3 في 1 وهو اسمه اي اس اي. الاي اس اي ممكن يعمل لك شويه حاجات مهم، اما قال لك ممكن اخلي لك الاي اس اي كانت فايروس. طبعا انت فايروس على نطاق النتورك كلها، على اللارج نتورك مش انت فيروس اللي هو عندك على مستوى الجهاز. اوكي، عندي ممكن اخليك انت سبام، اخليه لك اي دي اس او اي بي اس، طبيعي هو بانه اي بي اس فاكيد بيدعم الاي دي اس، اخليه لك في بي ان ديفايس، اخليه لك اس اس ال ديفايس، ده طبعا نوع تاني من انواع الفي بي ان لو عايز اخش عليك عن طريق الويب. ممكن اخليه لك كونتنت انسبكشن اللي هو اخليه لك كفاير وول بس بيعمل انسبكت للباكتس. اوكي، الاي اس اي بتاعي ليه كذا موديل او ليه انواع كتير، زي بالظبط انت لما تيجي تشتري الديفايس بتاع سيسكو راوتر او سيسكو سويتش كنت بقول لك في عندنا سيريز، عندي سيريز مثلا 1800 1700 2900 3500. اول ما بقول لك خلاص اختار السيريز، كل سيريز بيميزها شويه خصائص عامه عن السيريز الثانيه. زي مثلا بقول لك السيريز مثلا 1700 بتدعم الراوتنج، السيريز بتاعت 1800 في الراوترات مثلا ممكن تعمل عليها اوامر الفويس. اوكي، فانت عندك السيريز بشكل عام من بره بقول لك ليها فيتشرز بتميزها. سي ان انا خلاص اخترت السيريز، بعد كده بدخل جوه السيريز بتاعتي وبختار الموديل بتاعها. بعد ما قلت لك خلاص سي ان انت مسكت في السيريز 1800 بتاعه الراوتر، انت عايز بقى انهي موديل؟ عايز 1811 ولا 1841 ولا 1850 ولا 1800 طبعا ده فور اكزامبل يعني. فانا دلوقتي جاست ان انا مسكت السلسله الكبيره اللي هي السيريز، بعد كده بمسك الحلقات بتاعتها حلقه حلقه. وطبعا كل موديل بيميزه عن التاني الخصائص بتاعته هو. في واحد فيه انترفيس زياده، في واحد بيدعم خصائص تانية معينه، في واحد ما بيدعمش. اوكي، فانت هنا مثلا عندك كمثال انا دلوقتي مسكت لك السيريز اللي هي 5500 دي، يمكن ده اشهر سيريز بالنسبه للاي اس اي للانتربرايز والشركات المتوسطه.
قال لك الفروقات ما بينهم. انا عندي مثلا هنا واحد اسمه 5505 ده سكيورتي بلس، وده 5510. طبعا السكيورتي بلس ده يعني بيكون فيه فيتشر زياده عن لما يكون لوحده، يعني انت ممكن تجيب الاي سي 5505 بس ده الرخصه بتاعته بتديك فيتشرز معينه. مثلا لو انت جبتها النسخه بتاعته بلس بيديك فيتشرز اعلى. في عندك 5510 5512 اكس 5515 اكس، طبعا دي الصور بتاعتهم. اوكي لما نيجي مثلا نبص على الاول واحد ال 5505، قال لك انا ايه الخصائص العامه بتاعتي او ايه اكتر حاجه بتميزني. انا عندي الثروبوت بتاعتي او الباند ويدث بتاعت الديفايس نفسه. قال لك انا اب تو 150 ميجا، ال 5510 لحد 300 ميجا، ال 5512 1 جيجا، ال 5515 1 بيون 2 جيجا. طبعا انت بتحدد الحاجات دي على حسب احتياج الشركه بتاعتك. انت عارف حجم الشركه بتاعتي، انا عارف انا محتاج باند ويدث قد ايه، محتاج اربط كام نتورك ببعضها واحط بينهم الاي اس اي. فانا على حسب المعطيات اللي موجوده قدامي في النتورك ببتدي اشتري الجهاز بتاعي. يعني مش جاست اللي هو على قد الفلوس اللي معايا اروح اجيب جهاز، لا، انت الشركه بتاعتك محتاجه ايه، الامكانيات اللي انت عايز تحميها ايه، امكانياتك برضك في الفلوس، بعد كده بتروح تجيب الجهاز. اوكي طبعا في خصائص ثانيه كتير جدا، بس انا لو فتحت فيها انا كده هدخل في السي اس ان بي. فانت بس انت حاليا المفروض تعرف ان في عندك كذا موديل. لو انت عايز تقرا عنهم اكتر انا هنا عامل لك هايبر لينك، لو ضغطت عليه هروح يفتح لك صفحه سيسكو نفسها. هنا ده هتلاقي المقارنه كامله هنا بالظبط، الفروقات ما بين كل جهاز والتاني. ولو انت عايز تجيب الانتر ايدج اللي هو موجود عندي في فوق الشبكه خالص، يعني ده كان السمول اوفيس والبرانش اوفيس، طبعا ده في اعلى شويه اللي لو انا عندي ايدج، لو انا عندي داتا سنتر او عندي انتربرايز كبيره طبعا المنتجات نفسها هتختلف. اوكي فانت هنا عندك المقارنه لو انت عايز تلف فيها اكتر او تشوفها باستفاضه الدنيا فيها ماشيه ازاي. اوكي انا اللي يهمني بقى هنا، انا ليه هنا جايب لك في سي اس ان سكيورتي بقول لك في جهاز اسمه اي اس اي او ايه اختلافه عن الزون بيزد فاير وول اللي كنا بنتكلم فيه من شويه. اول حاجه بتميز الاي اس اي واللي المفروض تعرفها من نطاق السي اس ان سكيورتي، ان هنا الاي اس اي بيدعم حاجه جميله جدا اسمها السكيورتي ليفلز. كمثال شغل التوبولوجي دي مش غريب عليك. انا هنا مثلا كنت بقول لك انا الفاير وول بتاعي عندي كنت مقسم الشبكات بتاعتي لزونز او مناطق، قلت لك الناحيه اليمين دي اسمها انسايد زون، الناحيه الشمال اسمها اوتسايد زون، الناحيه اللي فوق اسمها دي ام زي او دي ميلترايزد زون. اوكي كنت قلت لك دلوقتي بخلي الراوتر بتاعي اي حد جاله من الانسايد يروح للاوتسايد، كنت بطبق عليه كلاس ماب وبطبق عليه بوليسي ماب، وبعد كده بعمل لهم بير ما بين الزونز. اوكي وطبعا البوليسي ماب بتاعتك بتقول لي انا هخلي مثلا الداتا اللي معديه من الانسايد للاوتسايد يحصل لها باص ولا يحصل لها دروب ولا يحصل لها انسبكشن. طبعا الثلاثه دول كانوا في ايدي. هنا في الاي اس اي قال لك انا جاست ان انت بتعمل لي زون او بتقول الانترفيس ده اسمه كذا، طبيعي بما انك عندك هيكون في الفاير وول كل انترفيس هيكون شايل نتورك. فانا هنا جاست انا بقول للراوتر بتاعي او في الفاير وول بقول له الناحيه اليمين بتاعتك دي هي الانسايد او الانترفيس الانسايد. اول ما بتقول له الانسايد ساعتها الفاير وول من نفسه بيقوم عامل حاجه اسمها سكيورتي ليفل، بقول له خلاص يا انسايد انت الليفل بتاعك 100، يعني اعطيتك رقم 100. اوكي وجاست انا قلت له اي حد تاني او اي اسم تاني غير الانسايد، يعني قلت له مثلا الناحيه التانيه دي هتكون اوتسايد، الانترفيس اللي هو الجيجا 0 على 0 ده هيكون اوتسايد، هيقوم الفاير وول بتاعي معت له سكيورتي ليفل 0. اوكي واي حد تاني برضك الدي ام زي هيكون 0، اي حد رابع هيكون 0. ايه حكايه السكيورتي ليفلز دي؟ هنا الفاير وول بتاعك باي ديفولت بيقسم لك الشبكه بتاعتك، يقول لك انا عندي الشبكه بتاعتك يا اما تراستد يا اما ان تراستد. التراستد اللي هم الناس اللي جوه، وبخلي الليفل بتاعهم 100، يعني معناها اي حد من جوه ممكن يطلع لبره، اي حد ليه رقم كبير يطلع لرقم صغير. بما ان ده رقم 100 ف100 ممكن يروح لرقم 0 و100 ممكن يروح لرقم 50. طبعا السكيورتي ليفل ده انا اللي بحطه بايدي. اوكي دي قيم انا بلعب فيها من اول صفر لحد 100 زي ما انا عايز. فسي مثلا قلت له مثلا عايز الانسايد يروح للاوتسايد على طول من غير ما حد يكلمه، قلت له خلاص خلي اللي قصادك الليفل بتاعه زي الليفل بتاع الانسايد، يعني هنا الكبير بيروح للصغير، يعني هنا الليفل بتاع 100 ما اروحش غير ل 100، ما اروحش قصدي غير لاقل من 100، يعني 100 يروح لصفر لواحد اتنين تلاته اربعه لحد 100، 100 يروح ل 100. اوكي انما ما ينفعش الاوتسايد لما يجي يدخل، يعني مثلا اقول له انت في ليفل 0 عايز تدخل على النتورك ازاي وهي ليفل 100؟ بالظبط زي الشلال كده، بقول لك الميه في الشلال الميه بتنزل من فوق لتحت من فوق لتحت، عمره ما حصل والميه قامت فجاه كده قامت طالعه من تحت لفوق، ما ينفعش، عشان انت فوق في حته عاليه فانت عادي جدا بتنزل لتحت. فانت هنا في الانسايد، انت في الانسايد في موجود في مرتفع في حته كبيره، ف
فانت شايف كل الحتت الصغيره اللي تحت، انما الحتت الصغيره اللي تحت هي شايفاك اه بس مش عارفه توصل لك، ما ينفعش تطلع لك. فانا جاست ان الوقت لو عايز جهاز تاني يكلمني بخليه في نفس الليفل بتاعي عشان اقول لك ده يروح لده. اوكي انا دلوقتي حاليا الانسايد بتاعتي دايما هي اللي بنخليها الليفل بتاعها صفر 100، واي حد تاني بخليه صفر. هنا مثلا الدي ام زي بعطيها ليفل 50، يبقى هنا معناها ان الدي ام زي ممكن تروح للاوت سايد. ليه؟ اصل الدي ام زي 50 والاوت سايد 0، يعني الدي ام زي بتروح هنا. طب هل ينفع الاوت سايد يروح للدي ام زي؟ لا، اصل الاوت سايد صفر والدي ام زي 50. نفس الكلام هنا الانسايد بيروح للدي ام زي. ليه؟ اصل الانسايد الليفل بتاعه 100 والدي ام زي الليفل بتاعته 50. اوكي بس الدي ام زي لما يجي يروح على الانسايد ما ينفعش، عشان الليفل بتاع الدي ام زي اقل من الليفل بتاع الانسايد. اوكي ده تقريبا كل المفروض انت تعرفه يعني كمقدمه عن الاي اس اي. حاليا انت لسه عظمك طري ولسه صغير في الاي اس اي او في السبيشاليزنج بتاع الفاير وول بتاع سيسكو. اوكي نيجي الوقت العملي بتاعه بقى. انت حاليا عشان تطبق العملي بتاع الفاير وول ده اجباري هيكون عليك التطبيق بتاعه في سي سي ان بي سكيورتي. بس حاليا في السي سي ان سكيورتي انت مفروض تعرف هو شغال ازاي، او تعرف سطر الاوامر جوه الاي اس اي شغال ازاي. طبعا انت هتواجهك مشكله كبيره، مشكلتك ان انت ما عندكش لاب حقيقي. فاحنا لحسن حظنا ان عندنا الجينيس 3 او الايميليتور بتاع الجينيس 3 بيسبورت ان انت تشغل عليه اي اس اي. اوكي فالجزء اللي هقوله لك حاليا انت مش مطالب بيه كسي سي ان سكيورتي، بس لو في اي حد تاني بيشوف الفيديو هو عايز يعرفه لمجرد المعرفه، او هو اوريدي بيشوفه وهو عايز يحضر سي سي ان بي سكيورتي، فانصحه اللي هو يركز معايا في اللي جاي. اوكي اول حاجه هقول لك على التولز بتاعتنا. انا عندي هنا فولدر اسمه اي اس اي تولز، الفولدر ده مكوناته. عندي هنا حاجه اسمها الكيرنل، وعندي هنا الاي نت ار دي دوت جي زد. اوكي ديت النسخ او ديت نسخه لينكس، دي النواه بتاعت الاي اس اي، يعني دول الحاجتين دول يكونوا معايا. وطبعا انت على حسب الاصدار بتاع الان بتاع الاي اس اي اللي انت عايز تعمل له ايميليت. في عندك ممكن تعمل ايميليت لاي اس اي 6 في 7 في 8 اللي هو انا بعمله حاليا معاكم. اوكي فانا عندي لازم الاثنين دول اول حاجه موجودين معايا عشان اعرف اشغله على الاي اس اي، وطبعا هتلاقيها موجوده عندك في صناعه التولز. عندي بعد كده الاي اس دي ام، ده لا ده تول كده زي الاس دي ام بالظبط. لو تفتكروا الاس دي ام سكيورتي ديفايس مانجر كانت مهمتها ان انا بخلي الراوتر بتاعي اشغله عن طريق الجي او اي. هنا نفس الكلام الاي اس دي ام دي تول سيسكو منزلها قالت لك لو انت عايز تعمل الاي اس اي بتاعك كونفيجريشن عن طريق الجي او اي، ودي برده هنشوفها كمان شويه. اخر حاجه عندي اي تول بتخلي الجهاز بتاعي كتي اف تي بي سيرفر، وطبعا اشهرها او اكتر تول فري وما بتعانيش في التحميل بتاعها اسمها تي اف تي بي دي. طبعا انا عندي هنا منزلها 64 بت، انت ممكن تنزلها 32 بت، طبعا حجمها صغير جدا. هنحتاج التي اف تي بي ديت لما اجي اقول لك انا عايز اشغل الاي اس دي ام او الادابتيف سكيورتي ابلاينس سيسكو ديفايس مانجر. عشان اشغله لازم ادخل النسخه بتاعت الاي اس دي ام ادخلها جوه الاي اس اي نفسه، وعشان ادخلها جوه الاي اس اي هنقلها عن طريق التي اف تي بي. يعني هخلي الجهاز بتاعي كتي اف تي بي سيرفر واقول له يا اي اس اي لما تيجي تاخد النسخه بتاع الاي اس دي ام خدها من على جهازي، اصل جهازي تي اف تي بي. والكلام ده كله هنشوفه عملي ان شاء الله مع بعض. خليني دلوقتي اروح على جينيس 3 افتحه. بعد ما فتحت الجينيس 3 بروح على طول على قائمه ايديت، بروح على بريفرنس، باجي على الكيميو من التاب ده. طبعا الكيميو ده زي تول تانية جديده مضافه كده زي الداينامبس. الداينامبس هو السيرفر اللي بيشغل لك الجينيس 3. الكيميو ده تول تانية معموله انتجريتد جوه الجينيس 3 عشان لو عايز تشغل عليها البيكس فاير وول. وطبعا البيكس فاير وول ده كان الفاير وول القديم بتاع سيسكو، وهي لغته خلاص ما حدش عاد بيشتغل عليه، والابديت بتاعه هو الاي اس اي. طبعا لو انت عايز تشغل جينوبر بتشغلها بردك من هنا، ده عندي هنا نسخه جينوبر اهيت. لو انت عايز تشغل اي اس اي بتيجي من هنا، لو عايز تشغل اي دي اس بتيجي من هنا. فانا حاليا عايز اشغل اي اس اي، باجي تحت هنا على الاي اس اي سبيسيفيك سيتنج، باجي على الاي نت ار دي واحدد له الايمج جايه بتاعه الاي نت من على الجهاز بتاعي. انا عندي ديسكتوب كان عندي اي اس اي تولز اوبن، بقول له الاي نت اهوت حددتها له. بعد كده بجيب له نسخه الكيرنل نفسها النواه بتاعه الاي اس اي، باجي هنا بقول له الاي اس اي تولز، بحدد له مسارها عندي على الديسكتوب، بقول له الكيرنل. بعد كده هنا فوق خالص بعطي له اسم الاي اس بتاعي هسميه ايه، بسميه اي اس اي. لازم تحط الاي اس بتاعك رام. هنا في حته الرام حط رامات زي ما انت عايز، بس كل ما يكون حجم الرامات بتاعتك اعلى كل ما يكون اسرع في الفتح، وكل ما يكون الاداره بتاعته سهله بالنسبه لك. فانا هنا اوريدي انا عندي الرامات بتاعتي 4 جيجا، فانا ما عنديش اي مشكله اسيب له الرامات 512.
اوكي. هنا بيقول لي ده عدد الانترفيسز بتاعت الاس بتاعك، يعني انت الاس اي باي ديفولت اول ما تفتحه هيكون فيه مثلا 6 انترفيس اوكي. انا ما عدتش عايز اعمل اي حاجه تانية، بعد كده بقول له سيف، هيطلع لك يقول لك السيف سيتنج اوكي، وظهر لك تحت اهو. طبعا انت ممكن تكريت اي اس اي تاني وتديله رامات تانيه وتسميه اسم تاني، ولو عندك نسخه تانيه ليه وتقوم برضك سيف، هتقوم تضيفه لك في سطر جديد هنا اوكي. بقول له ابلاي، بقول له اوكي. دلوقتي بسحب الاي اس اي فاير وول بتاعي من هنا من الجنب، جاست دراج، كويس قوي. طيب دلوقتي انا عايز اربط الاي اس اي بالجهاز بتاعي نفسه بالظبط زي ما كنت بربط راوتر سيسكو بالجهاز بتاعي عشان افتحه عن طريق الاس دي ام اوكي. فانا دلوقتي عايز من الجنب هنا اسحب هوست، وعايز اعمل عمليه ربط ما بين الاي اس اي وبين الهوست بتاعي نفسه. انا هنا على جهازي هشوف برضك كارت شبكه اربطه بالاي اس اي. فانت هنا قدامك حل من حلين، يا اما اربط كارت الشبكه الرئيسي بتاعي اللي انا كنت بسجل فيه على طول اللي هو كارت الوايرلس اربطه بالاي اس اي، يا اما انا في حالتي هنا عشان اخليه يكون بعيد شويه فانا شغلته على لوب باك. انا هنا عندي لوب باك انترفيس، اللوب باك ده انا اللي هسطب منه اوكي. عندي هنا لوب باك، لو جيت على الديتيلز بتاعته انا معطي له اي بي ادرس 10 10 10 2 والسبنت 255 255 255 0 اللي هو سلاش 24. فانا هخلي الراوتر بتاعي او الاي اس اي اقصد هيكون موجود في نفس السبنت بتاعي، وبعد كده هبنج من على جهازي على الاي اس اي، بس انا على جهازي هبنج من الكارت بتاع اللوب باك كويس. فانا هنا دلوقتي هاجي على الكيبل، هاجي اختار هنا من الهوست بتاعي، بختار اللوب باك اهو 31 اهوت، وبروح على الاي اس اي. الاي اس اي في هنا 6 انترفيس زي اللي احنا كنا شايفينهم من شويه، من اول 0 لحد 5. جاست انا بقول له 0، هنا بيطلع لك رساله كده انت ممكن تخاف منها او تقول ايه الرساله ديت. الرساله ديت بتقول لك ان انا عشان اوصل ما بين الجهاز وما بين الاي اس اي انا محتاج يكون في سويتش بالنص. ليه سويتش؟ اصل انت لو تلاحظ هنا الاي اس اي لما انا وقفت عليه كل الكروت بتاعته اسمها ايثرنت، هتلاقيهم تحت هنا ايثرنت 0 ايثرنت 1 ايثرنت 2 ايثرنت 3، وهنا عندي الجهاز بتاعي فاست ايثرنت. فاللي بيحصل دلوقتي ان انت بتحاول تنقل من ثروبوت كبير او باندويث كبير من 100 ميجا بت بير سكند تنقلها ل 10 ميجا بت بير سكند، فما ينفعش. فانا بقول لك انا عايز وسيط ما بيننا، هات لي سويتش. فانا هنا هسحب من جنب سويتش، فانا هنا بعد كده هوصل من الجهاز بتاعي للسويتش، من هنا كارت اللوب باك هوصل على السويتش في واحد مثلا، وبعد كده من السويتش بتاعي من 2 هوصل على 0 اللي موجود في الاي اس اي كويس. خليني اعمل شو للانترفيسز، طبعا ده اللي هو اللوب باك اللي اسمه غريب ده، انا هنا واصل على 1 وهنا واصل على 2 هنا واصل على ايثرنت 0. خليني اغير الاسم بتاع الجهاز بتاعي، اقول ده مثلا احمد سلطان لوب باك، ده كارت اللوب باك بتاعي، وهنا ده الاي اس اي الاي او سميه، خلينا نسميه فاير وول. قال لي ما ينفعش تعمل له اسم، خلاص اوكي اوكي مش هتفرق يعني. طيب انا دلوقتي عايز اعطي لهم سبنت، السبنت بتاعي ده هيكون 10.10.10.0/24 اللي هو بتاع اللوب باك بتاعي. اللوب باك عندي واخد دوت 2، وعايز اعطي الفاير وول بتاعي عشان اكونكت عليه هدي له دوت 1 كويس. الحاجات دي كلها انا عملتها. هيجي بعد كده الخطوه بتاعتي ان انا كليك يمين على اس اي واقول له ستارت، هيفتح لك ويندو لوحدها ديت، دي بتاعت الكيميو ديت، اوعى تقفلها او ما تعملهاش اكزيت. كل اللي انت هتعمله هي طبعا هتلاقيك دخلت جواها عشان تطلع، اعمل كنترول والت. كل اللي هتعمله انت تعملها تصغير بس، اعملها من مايس تحت كده، هتفضل شغاله اول تايم طول ما انت شغال على اس اي هي شغاله اوكي. طبعا بعد كده باجي على كليك يمين وبقول له كونسول. دلوقتي الاس اي اول ما فتح قدامي على طول، فتح بسرعه جدا، هتلاقي بيقول لك this is the first boot، دي اول مره انت تشغل فيها الاي اس اي. انا محتاجك تعمل لي الامر ده، سي دي من الدايركتور اللي اسمه مينت في الديسك 0. انا دلوقتي عايزك تنقل لي البيانات من الديسك ده تنقلها لي في الحته دي. كل اللي هتعمله انت هتيجي على السطر ده كله كده وتروح قائمه ايديت تقول له كوبي، بعد كده باجي تحت هنا وبقول له بيست اللي هو ايديت، وبعد كده بقول له بيست اوكي تمام. بعد كده بتقول له انتر، بعد ما عملتها له كوبي هو انتر مع نفسه دلوقتي هيبتدي يعمل عمليه لود، هيبتدي يدخل جواه ويقول دلوقتي ده سيسكو
سيستمز كذا كذا كذا، وعادي جدا اما دخلنا على طول جوه المود بتاع الاس سي. طبعا اول مود ده انت كنت بتسميه في الراوترات اسمه اليوزر مود، يعني احنا بنسميه يعني الانيبل مود، عشان شويه لما اجي ادخل جوه هسميه بريفليج مود. اوكي، فانا هنا دلوقتي عشان ادخل جوه عادي جدا زي ما احنا عارفين بقول له انيبل وانتر. هنا هتلاقي طلع لك خانه كده اسمها باسورد، هو باي ديفولت الاي اس ام ما بيكونش عليه اي باسوردات، فانت لو ضغطت كمان انتر هو عادي جدا هيعمل سكيب للحته بتاعت الباسورد. اوكي، فانا دلوقتي دخلت على الاي اس بتاعي. خلينا الاول كده ندور نلعب فيه شويه من جوه. خلينا اول حاجه نغير الاسم، عادي جدا تغيير الاسم بتاعه زي ما كان في الاي او اس. بدخل على الكونفيجريشن مود بقول له هوست نيم بسميه فايروول. اوكي، خليني كده اقول له شو لو عايز اقول له شو انترفيسز اي بي بريف او شو اي بي انترفيس بريف اللي كانت موجوده في الراوتر. يعني لو قلت له شو اي بي انترفيس بريف اللي كانت موجوده في الاي او اس مش هيقبل. هنا هي معكوسه شويه، اسمها شو انترفيسز اي بي بريف، يعني هنا الاختلاف ما بين الانترفيس والاي بي، واحده جت قبل التانية. وانتر بيجيب لي هنا الانترفيسز بتاعتي، بيجيب لي كل واحد حالته ايه، والاثنين طبعا داون. خلينا اول حاجه نعملها هنا ان انا اعطي اي بي للانترفيس ايثرنت 0 اللي هو موجود في الشبكه 10.10.10.0 على اساس 24، والانترفيس نفسه حد له 1. فعادي جدا بدخل اقول له كونف تي انترفيس ايثرنت 0 على سلاش 0، بقول له الاي بي ادرس بتاعك 10.10.10.1 موجود في الشبكه اللي هي سلاش 24. بعد كده بقول له نو شوت داون. اوكي، طبعا ده اللي احنا متعودين عليه دايما في اي جهاز، بقول لك اعمل البيزك كونفيجريشن دي، خش على انترفيس اعطي له اي بي وقول له نو شوت داون. هنا موجود عشان تعمل بيزك كونفيجريشن للاي اس اي انت محتاج تعمل كمان حاجتين. حاجه اسمها النيم انترفيس، لازم بتسمي الانترفيس بتاعك هيكون اسمه ايه، وبعد كده بتعطي له السكيورتي ليفل بتاعه هيكون الرقم الليفل بتاعه ايه. انت اوتوماتيك زي ما قلت لك لو كنت قلت له النيم اي اف قلت له انت اسمك انسايد، هتلاقيه اوتوماتيك بقى السكيورتي ليفل بتاعه ب 100. فانا دلوقتي لو عايز اسميه اي اسم تاني، خليني مثلا عايز اسميه مانجمنت عشان ده اللي هيكون الكارت بتاع اللي انا بعمل منه اداره، مانجمنت. اوكي، قال لك دلوقتي بما انك انت هتسمي اسم تاني غير الانسايد فانا اوتوماتيك هعطي له السكيورتي ليفل بتاعه 0. فانا حاليا عشان اغير السكيورتي ليفل بتاعه هقول له انا عايز اخلي المانجمنت انترفيس، هو طبعا كاتب مانجمنت غلط، جي منت ام اي ان تي، مش مشكله. هقول له هنا سكيورتي ليفل، بعد كده بقول له السكيورتي ليفل بتاعك 100. حلو، خليني اطلع اتاكد بره. لو قلت له شو انترفيسز اي بي بريف هتلاقيه اب اب. خليني لو قلت له امر اسمه شو النيم اي اف عشان يجيب لك الكروت اللي ليها اسامي، قال لك انا عندي ايثرنت 0 على 0 اسمه مانجمنت والسكيورتي ليفل بتاعه 0. جاست دلوقتي اللي انا خليت اعطيت اي بيهات للراوتر بتاعي، يعني خليني هنا يعني الفاير وول بتاعت له اي بي، المفروض دلوقتي اتست الاتصال ما بينه وبين الجهاز بتاعي نفسه عشان بعد كده لما اجي اشغل الجي او اي هتلاقي الكونكشن ما بينهم اوريدي كان شغال. خليني من الجهاز ده اعمل بينج على 10.10.10.2 اللي هو كارت اللوب باك بتاعي اللي هو اللي كان هنا ادابتر سيتنج عند لوب باك اللي هو الديتيلز ده كارت اللوب باك بتاعي اللي انا رابطه في جينيسيس 3، وبقول له انتر. قال الاتصال هنا ناجح اهوت. اوكي، خليني برضو من الجهاز بتاعي نفسه اتاكد، باجي هنا على قائمه ران بقول له السي ام دي، بقول له انا عايز اعمل بينج على 10.10.10.1 الاتصال ما بينهم تمام. اوكي، دلوقتي انا عرفت اشغل الاي اس سي بتاعي عن طريق الجي ان اس 3، بس انا مش عايز افضل اعمله عمليه اداره عن طريق الواجهه الكتابيه او السي ال اي. فانا دلوقتي عايز اتنقل الخطوه الثانيه ان انا ازاي اشغل الراوتر بتاعي بتاع الاي اس اي او الاي اس نفسه ازاي اشغله عن طريق الواجهه الرسوميه اللي هي الاي اس دام. اوكي، ركز معايا في الشروط دي. اول حاجه بقول لك اتاكد ان الجهاز بتاعك بيعرف يكلم الفاير وول اللي هو عن طريق البنج، يعني اللي لسه عاملينه من شويه. اتاكد ان البي سي بتاعك والفاير وول شايفين بعض. بعد كده نسخه الاي الاي اس دي ام اللي عندك انا عايزك تعمل لها نسخ تحطها لي جوه الاي اس اي. هنعمل الكلام ده ازاي؟ خلينا نروح على الجهاز بتاعي. الجهاز بتاعي انا عندي هنا التول اسمها تي اف تي بي. اوكي، دي لسه التول اللي انا كنت لسه مديها لك دلوقتي، جاست اللي انت بتسطبها هتظهر لك هنا موجود عندك. هو اصلا كان بيسالك يقول لك اكريت لك شورت كات على الديسكتوب ولا لا، ان ما كانش انت بنفسك بتروح هنا عندك في التولز وبتدور عليها لحد ما تجيبها.
اوكي كويس اهو. بعد كده هنا بيقول لي انا عملت ديتكت اتلقيت فيه اكتر من كارت شبكه هنا على الجهاز بتاعك. طبعا ده بتاع الاي بي فيرجن 6 انا اوتوماتيك الجهاز بتاعي اخده. في عندي كارت تاني اسمه 10 10 10 2 وفي الكارت الحقيقي اللي هو بتاع الوايرلس بتاع اللي هو 103. انا حاليا بقول له انا عندي الكارت اللي هو 0 على 2 اوكي. دلوقتي خلاص قلت له ده الكارت اللي انا هستخدمه. عايز اروح على المسار بتاع الدايركتوري بتاع تي اف تي بي عشان انسخ جواه نسخه الاي اس دي ام. فكل هعمل له حاجه هنا على شو دايركتوري بيجيب لي دلوقتي دي الحاجات اللي موجوده في الدايركتوري بتاع البرنامج بتاع تي اف تي بي. فانا هعمل له هنا اكسبلور دخلني جوه الدايركتوري اهوت. دلوقتي كل هعمله حاجه هنا على الفولدر بتاع اللي هو الاي اس تولز حاجي اجيب النسخه بتاعه الاي اس دي ام اعملها كوبي. بعد كده باجي احطها هنا في المسار بتاع تي اف تي بي احط لها بيست اوكي. عملت الكلام ده بعد كده بروح على الواجهه بتاعه التي اف تي بي بتاعه الاس سي نفسه بقول له انا عايزك تعمل لي كوبي من التي اف تي بي تحطها لي في الفلاش اوكي. بعد كده انتر بيقول لي طب اعطيني الاس اي. بيقول لي اعطيني الاي بي بتاع التي اف تي بي سيرفر اللي هو الريموت هوست. بقول له اللي هو 10.10.10.2 اوكي انتر. بيقول لي اعطيني السورس فايل نيم. يعني ده معناه ان انا رحت هناك كده عشان في هناك ملفات كتير فانا عايزك تعطيني الاسم ملف بالتفصيل. فانا هاجي هنا اقول له الاسم بتاعه هيكون خلينا ننسخ ده هقول له الاسم بتاعه هيكون الاي اس دي ام داش 647.bin. بعد كده انتر. بيقول لي خلاص انت عايزني دلوقتي الديسيشن فايل نيم يعني عايز الملف ده اسميه عندي جوه الفلاش بالاسم ده. قول له اوكي او اضغط انتر على طول اوكي. جاست انا بضغط انتر هتلاقي دلوقتي هنا في التي اف تي بي بتاعي هنا النقل شغال اهوت. وهنا عندك الاي سي بتاعك فيه علامات تعجب كتير معناها النقل بتاعي شغال اوكي. يعني دلوقتي معناها بينقل البايتات بتاعه النقل نفسه. طب خلينا اصلا نروح كده على الاس دي ام بتاعه. هو كان حجمه قد ايه؟ الاس دي ام بتاعي حجمه حوالي 17 ميجا. فانا دلوقتي بنقل 17 ميجا بحطهم جوه الفلاش بتاعتي. طبعا هنا بيجيب لك سرعه النقل قد ايه وحجم اللي اتنقل قد ايه وايه اللي لسه فاضل. هنا دلوقتي بيقول لك البروجريس 34% اهو البروجريس هنا بيزيد اهوت. طبعا طول ما علامات التعجب دي شغاله قدامك تعرف النقل شغال تمام اوكي. جاست ما هو بيخلص النقل هاجي بعد كده جوه الاي اس اي بتاعي واقول له وريني كده اتاكد وريني الذاكره بتاعه الفلاش هل الاي اس دي ام اتنقل ولا لا اوكي. فخليني كده معاه لحد ما يخلص. خلاص اهوت اوكي كده كويس قوي كده النقل بتاعي خلاص خلص. وقال لي هنا خلاص الرايتنج الاي اس دي ام اتنقلت خلاص موجوده. جاست اللي هو اتمسح من هنا من التي اف تي بي يبقى كده خلاص النقل بتاعه خلص. انا خلاص ما عادش محتاج التي اف تي بي دي في حاجه بقفلها. قال لي خلاص الملف اتنقل في مده قد ايه 79 ثانيه. خليني دلوقتي اقول له شو فلاش وريني الذاكره بتاعه الفلاش. هقول له دلوقتي دي المحتويات بتاعه الفلاش بالاضافه ان ده موجود اهو اوكي. جاست ان انت نقلت الاي اس دي ام هنا عليه. طبعا دي كانت اصعب حته. باجي بعد كده خلينا نروح للسلايدز. قال لك بعد كده بتروح بتخلي الاي اس دي ام بتاعك او بتخلي الاي اس بتاعك يشغل الاي اس دي ام في المره الجايه. يعني انت دلوقتي جاست ان انت بتقول للراوتر بتاع الاي اس بتاعي انا خلاص نقلت عندك الاي اس دي ام دلوقتي عايزك لو انت قفلت وفتحت تاني على طول تروح تشغل النسخه بتاعه الاي اس دي ام اللي موجود عندك في الفلاش. الخطوه دي مهمه جدا عشان بتفيد في حاله لو انت عندك انت كاي اس اي عندك في اكتر من نسخه اي اس دي ام موجوده جوه الفلاش. فانا دلوقتي بحدد لك انهي نسخه اي اس دي ام بالظبط انا عايزك تشغلها. خليني اجي هنا باجي على كونفيجريشن مود بقول له اي اس دي ام علامه استفهام بقول له ايمج بقول له موجوده عندك في الذاكره اللي اسمها الفلاش وموجوده عندك في الاسم ده. خليني اقول له كده سلاش وبعد كده بضغط تاب اوكي. السطر ده بعرفه بقول له يا اي اس اي كل مره وانت بتشتغل لو في حد حابب يعمل جي او اي فانت اوتوماتيك هو هيسالك هتدخل بانهي اي اس دي ام. فانت يا راوتر يا اي اس اي اوتوماتيك استخدم الايمج اي دي. مش عارف ليه انا في دماغي الراوتر على طول هو اللي ثابت يعني اوكي. جاست انا بعمل له الكلام ده خلاص يبقى دلوقتي الجهاز بتاع الاي اس اي يعتبر جاهز ان انا ادخل عليه عن طريق الجي او اي. طبعا اخر حاجتين ما نساهمش اللي احنا كنا بنعملها في السي سي بي وكنا بنعملها في الاس دي ام. اول حاجه لازم افعل خاصيه الاتش تي بي ان انا افتح عندي الفايرول بتاعي عن طريق الاتش تي بي وده بعملها عن طريق امر اسمه اتش تي بي سيرفر انيبل اوكي. باجي هنا بقول له اتش تي بي سيرفر
انيبل، يبقى انا كده فعلت الاتش تي بي اللي دي كنا بنعملها هناك في الراوتر لو تفتكروا، كان اسمها اتش تي بي اي بي اتش تي بي سيرفر لو تفتكروا، كنا بنعملها كده في الراوتر. اوكي جاست انا هنا فعلت الاتش تي بي. باجي بعد كده الحاجه الثانيه، لازم بقول له يا فاير وول مين اللي مسموح له اللي هو يدخل عليك عن طريق الاتش تي بي. فهنا لازم بقول له السطر ده اتش تي بي مسموح للاي بي ده بالسبنت ده، ولازم يجولك من الانترفيس اللي اسمه ده. اوكي طبعا هنا سيكيورتي قوي، ما ينفعش اي حد يدخل او يفتح الاي اس اي بتاعه عن طريق صفحه اتش تي بي. فانا هنا بعد ما فعلته لازم بعت له سطر جديد بقول له مين اللي مسموح له يفتح اتش تي بي. ولو تلاحظ هنا السبنت ده سلاش 32 يعني 4255 يعني ما فيش غيره، ما ينفعش مثلا كنت اقول له السبنت اللي هو 255 255 255 صفر، يبقى انا دلوقتي سمحت لاي حد موجود في الشبكه اللي هي سلاش 24 معايا. لا ده انا دلوقتي بقول له 255 اخر حاجه، معناها ان ما ينفعش غير ده، يبقى انا دلوقتي بقفلها لك. ولازم الاي بي ده يكون مربوط عندك في الشبكه اللي اسمها مانجمنت اللي هو الانترفيس بتاع المانجمنت اللي هو بتاع الايثر نت 0 على 0. خليني اعمل له الكلام ده، بقول له اتش تي بي، بعد كده بعطي له الاي بي 10.10.2، بعد كده بعطي له السبوت ماسك بتاعه 255 255 255 255، بعد كده بقول له جاي لك من انهي مكان اللي هو المانجمنت، بعد كده بضغط انتر. اخر حاجه بقى عشان لما اجي ادخل على الجي اي لازم اعمل يوزر نيم وباسورد، عشان مش اي حد يفتح الجي اي جاست ان هو قاعد على الجهاز بتاعي، فلازم يكون موجود معاه الهوست نيم والباسورد بتاعي، ولازم يكون ليه صلاحيات 15. اوكي خليني اجي اعملها، بقول له هنا اليوزر نيم هيكون احمد سلطان، الباسورد بتاع احمد سلطان هيكون سيسكو، البريفليج بتاعت احمد سلطان هتكون 15. اوكي انا كده خلصت كل البيزك كونفيجريشن عشان اشغل الاي اس بتاعي عن طريق الجي اي. كل اللي بعمله حاليا ان انا بروح افتح الاي بي بتاع الاي اس اي، بفتحه عندي في الواجهه، بفتحه عندي في صفحه النت. بس خلي بالك انت لو جيت تفتحها، خليني اجي هنا على الصفحه شوف، لو جيت هنا كتبت له كده دلوقتي الاي بي بتاع الراوتر بتاعي او الاي اس اي 10.10.10.1 انتر. اوكي هو اوتوماتيك بيتحول على طول للاتش تي بي اس، فانت لو عندك ال ال البراوزر بتاعك ما بيدعمش الاتش تي بي اس لازم يكون فينا اتش تي بي اس، لو فتحتها عن طريق اتش تي بي بس مش هيفتح معاك. طبعا هو هنا طلع لك اس اس ال ار، اس اس ال ار قال لك ده ما فيش سيرتيفيكت موجوده، فانا هنا بقول له بروسيد اني واي، انا متاكد انا عايز اعمل ايه. اوكي جاست ان انت بتفتحه هتلاقي بعد كده ظهر لك الواجهه بتاعت الاس دي ام، بقول لك ده الاس دي ام بتاعي، ده الفيرجن بتاعه 6.4. دلوقتي اضغط على اللينك ده عشان تعمل له انستول عندك على الجهاز. جاست انت بتضغط على اللينك ده بيقول لك دخل اليوزر نيم والباسورد بتاعك اللي هو احمد سلطان، الباسورد بتاعه كان سيسكو، بقول له لوجن. دلوقتي هتلاقيه بيبتدي هنا يعمل لك عمليه تحميل تحت اهوت، بيعمل لك عمليه داونلود للنسخه، بعد كده بفتحها بقول له ران، هتلاقي النسخه عندك بعد كده بتبتدي تنزل عندك على الجهاز، بقول له نيكست 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 فينش. كويس خلينا دلوقتي نروح اشوف النسخه نزلت فين، هتلاقيها موجوده في قائمه ران. شوم 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 سيسكو 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 اي اس دي ام لانشر. اوكي هو اوتوماتيك فتح لي على طول تحت اهو، خليني اجيب بردك الايقونه شوم اهي، دي الايقونه بتاعته ودي اللي المفروض الواجهه الرسوميه بتاعته اللي احنا خلاص بعد ما عملنا الكلام ده، دي كان اخر سلايد عندنا ان دي الواجهه بتاعته نفسها. دلوقتي بتقول له دلوقتي في الواجهه بتاعتك انا عايز الجهاز بتاعي ايه هو رقم الاي بي بتاعه بتاع الجهاز، عشان ممكن يكون في عندك اكتر من اي اس اي عايز تعمل له اداره، وهدخل عنده باليوزر نيم اللي اسمه احمد سلطان، طبعا عشان ده كنت فاتحها من شويه فهو اوتوماتيك اقرا احمد سلطان على طول، بعد كده الباسورد بتاعي بقول له سيسكو، بعد كده بقول له اوكي. هنا هيطلع لك سيرتيفيكت كده مؤقته بيقول لك انت لازم اول حاجه توافق على السيرتيفيكت ديت عشان اشغل لك الجي اي، فبقول له مثلا اولويز او بقول له يس على طول، هتلاقي هنا بيعمل لك لود اهوت. اوكي جاست ان هو خلص اللود هتلاقي على طول في ساعتها قام فتح لك الواجهه نفسها بتاعت الاي اس دي ام. اوكي طبعا دلوقتي هو لسه بيعمل لود للمديولز الموجوده والسيرفيس الموجود. كويس قوي دلوقتي احنا دخلنا على الاي اس دي ام، طبعا هنا جايب لك الفيرجن بتاعه ايه، المود بتاع الفاير وول بتاعك، ان شاء الله لما تكمل اكتر في الفاير وولز هتعرف ان في اكتر من مود، ممكن يكون راوتر ممكن يكون فاير وول ممكن يكون ترانسبيرنت، في انواع ثانيه كتير في الفاير وول بتاعك، بس هو حاليا حالته راوتد. التوتال فلاش ميموري 256،
عندك الميموري بتاعته، عندك النوع بتاعه او السيريز بتاعته اللي هي 5 520. هنا دي زي الواجهه الرئيسيه اللي انت بتعمل بيها عمليه اداره. طبعا لو انت عايز تحت هنا تضيف او تفعل اللوجنج بتقول له انيبل لوجنج. اوكي، لو انت طبعا دلوقتي انا اول جاست انا قلت له انيبل لوجنج، يعني دلوقتي اكنك دخلت بالظبط على اس دي ام كتبت فيه الامرين دول. دي بردك فيه نفس الخاصيه اللي هي بتاعه الكوماندات اللي كانت في السي سي بي او الاس دي ام، ان انا وريني الكوماندات قبل ما تبعتها. جاست انا بقول له سنت، دلوقتي هتلاقي هنا تحت اتفعل خاصيه اللوجنج. هنا بيجيب لك بالظبط ايه اللي بيحصل في الراوتر، في الايه اسف برده في الاس اي، مش عارف انا الراوتر ليه معلق معايا. هنا بيجيب لك الالرت، طبعا هنا السيفيرتي بيجيب لك الليفل بتاع كل واحده والاي دي بتاعها ودي الديتيلز بتاعتها او الديسكريبشن بتعمل ايه. دلوقتي هنا في الانترفيس جايب لي بيقول لي في انترفيس واحد بس اسمه مانجمنت، الاي بي بتاعه كذا وهو اب واب وحجم الترافيك اللي هو نقله حتى الان. طبعا لو ممكن اتنقل هنا في الكونفيجريشن مود، باجي هنا على طبعا هتلاقي هنا متقسمه تابات بس التاب لتحت، لان انا مثلا حاليا هنا في الديفايس سيت اب. ممكن اجي على الانترفيس، على الخانه بتاعه الانترفيس، هنا بيجيب لي كل الانترفيس بتاعه الجهاز نفسه. ممكن اعمل اد لانترفيس جديد من هنا، بقول له انترفيس، بقول له مثلا عايز اعمل اد لانترفيس 0 على 1، عايز مثلا اخلي السكيورتي ليفل بتاعته تكون مثلا سي 50، او هسميه الاي بي ادرس بتاعه هسميه مثلا شبكه، خلينا شبكه ثانيه بقى 11 دوت 11، حتى مش عارف اكتب 11 دوت 11 دوت 1 مثلا. خلي الشبكه بتاعته سلاش 24 اوكي، وخليه يعمل له انيبل. طبعا هنا لو تلاحظ اقول لك فينا في لان اي دي، ايه ده هو الفاير وول ممكن اعمل عليه في لان؟ اه ممكن تعمل عليه في لان، بس ده موضوع تاني خالص. بعد كده بقول له اوكي، قال لي هنا سب انترفيس كانت بي امبتي، لازم بيعطيلي سب انترفيس اي دي، بقول له مثلا اوكي 1. حلو، فهنا قال لي دلوقتي انا عملت انترفيس اهوت، لو عايز دلوقتي اعمل ابلاي او عايز ابعت التشنجز ديت لهناك للفاير وول نفسه بقول له ابلاي. دلوقتي بقول له انا هخش هناك على انترفيس 0 على 1 دوت 1 اللي هو ده السب انترفيس، اكن بالظبط بعمل انتر في لان، بقول له نو في لان ونو شوت داون، وعايز اعمل سكيورتي ليفل بتاعه 50 وعايز اعطي له اي بي ادرس ده، واقول له يسند. اوكي، دلوقتي بيبعت للفايرول بتاعي. طبعا هو هتلاقي بس شويه تقل كده. اوكي، جاست ان هو بيخلص هنا، ممكن اروح هناك عندي على الفايرول بتاعي اقول له شو انترفيسز اي بي بريف عشان اتاكد ان هنا الاعدادات وصلت. هتلاقي هنا قال لي اه اهوت عندي هنا 0 على 1 والسب انترفيس بتاعه 1 بقى لسه ما خدش اي بي. اوكي ليه اوكي 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 حلو. خليني بس هنا ادخل عليه تاني هنا اقول له ادت، اقول له لو عايز ممكن اكون تعطي له اي بي بتاعه عن طريق دي اس بي او عن طريق الباور اوفر ايثرنت. كويس، خلينا نعدي على نقطه تانية هنا. ممكن اعمل على الفايرول اللي بتعمل عليه راوتنج، طبعا بيدعم هنا الاو اس بي اف والريب والاي اي جي ار بي. ممكن اعمل هنا ستاتيك روت، ممكن اعمل لو جيت هنا على التاب بتاع الفايرول ممكن اجي هنا يقول لي الفايرول بتاعه هو دلوقتي حاليا في رولز ايت، الرولز دي بتعمل ديناي لاي حد. طبعا لو انا ممكن اعمل اضافه لرول جديده من كلمه اد هنا بقول له اضاف اد اكسس رول، ممكن اقول له بالظبط انا عايز اعمل بيرميت لمين واسمح له بايه، ولو عايز اعمل له ديناي، وانت عايز تعمله على انهي سيرفيس بالظبط، عايز تفعل دلوقتي عن طريق الاي بي ولا الاي سي ام بي ولا الاو اس بي اف. اكن بالظبط بعمل اكسس ليست بس على مستوى اعلى شويه. ممكن بعد كده لو انا عايز اعمل ريموت اكسس في بي ان، ودي ان شاء الله لسه هنجي لها في بقيه الكورس، عندنا ازاي هنعمل في بي ان سايت تو سايت في بي ان، ازاي نعملها عن طريق الاي اس اي والسيرتيفيكت اسورتي سيرتيفيكيشنز والكلام ده كله. عندي بعد كده هنا اخر حاجه ديفايس مانجمنت، ده اللي هي المانجمنت الاساسيه بتاعه الديفايس بتاعي. لو انا مثلا عايز اشوف الدي ان اس، عايز اعمل دي اتش سي بي، عايز اعمل يوزرز، طبعا بيدعم برضك التريبل اي الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن والاكونتنج. لو عايز دعم هنا اللوجينج، الايمج بتاعتي اللي موجوده في الراوتر بقول انا عايز انهي ايمج اللي تشتغل قبل الثانيه. طبعا القصه بتاعتك كبيره جدا. هنا عندك تاب تاني جميل جدا اسمه مونيتور. المونيتور ده بيراقب فيه الانترفيس بتاعتك، بيراقب فيه الفي بي ان، بيراقب فيه الراوتنج. ده زي لوج كده بس على مستوى اعلى شويه. طبعا فين عندك عايز تعمل ريفرش لو انت عايز كل فتره تغير الاعدادات بتاعتك وتشوف ايه الجديد. كويس، يمكن ده كل اللي انا محتاجك تعرفه انت كسيس ان ايه سكيورتي، محتاجك تعرفه في الاي اس اي. الاي اس اي موضوع جميل جدا، وعشان تتخصص في الاي اس اي لازم تكون انت بقالك فتره فيه واوريدي انت اتعاملت مع الجهاز بكثره، عرفت الكوماندات بتاعته، عرفت المشاكل بتاعته، عرفت ازاي تغير في المودز بتاعته نفسها، عشان بعد كده في الشغل نفسه مطلوب بكثره جدا. يقول لك احنا عايزين ناس سبيشاليزد في الاي اس اي بتاع سيسكو، يمكن هو اشهر فاير وول موجود حاليا،
وان كان في فاير وول تاني بتاع شركه جينوبر بينافسه هو اسمه الفورتنت. هم دول يمكن اكتر حاجتين ظاهرين دلوقتي اونلاين. اتمنى يكون الفيديو مفيد واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.